طائرات البيرقدر تي بي 2. العملاق التركي الذي يحلق بأسرار التكنولوجيا العسكرية. مواصفاتها: تستطيع التحليق بشكل متواصل لمدة 27 ساعة، وهي مزودة بأربعة صواريخ من طراز مامل بمدى يصل إلى 15 كيلومترا، وتتميز بنظام رصد متطور سيلفرا 300 بدقة تصوير عالية تصل إلى 1080 بكسل، وسعرها 5 ملايين دولار فقط. الدول التي تمتلكها: تركيا البلد المصنع لها وتمتلك أكثر من 100 طائرة، تليها أوكرانيا ب50 طائرة، ثم أذربيجان ب30 طائرة، ودول أخرى مثل قطر، المغرب، بولندا، وحتى أثيوبيا. أبرز المعارك التي شاركت فيها: ليبيا عام 2020 دمرت 98 آلية عسكرية في 6 أيام، وفي نزاع كارابخ حيدت 40% من القوات الأرمينية، وفي أوكرانيا عام 2022 أسقطت 3 مروحيات روسية خلال 72 ساعة. بماذا تتفوق طائرات البيرقدر على المقاتلات الأمريكية؟ تكلفة صيانتها أقل ب80%، وتستطيع الإقلاع من مدرج قصير لا يتجاوز 300 متر، وتتميز بنظام تحكم متطور عن بعد يعمل عبر 3 أقمار صناعية. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.